لما بروح اي معرض في العالم في شركات مصريه مشاركه، بتلاقي مثلا المعرض ده 100 شركه مثلا زي جلف فود مثلا السنه دي. طيب ال 100 شركه دول منهم 80 شركه انا منتجاتها ما اعرفهاش ومش موجوده في السوق المحلي. طب انتوا بتنتجوا لمين؟ ده كله تصدير للخارج طبعا. طيب لما حصلت ازمه الكورونا ودي كارثه على كثير من الصناعات، منع الصناعات الغذائيه، هل كان ممكن نحول الكارثه دي لفرصه؟ هل كان ممكن الناس دي تقدر تدخل السوق المحلي؟ هل ممكن ينول ولاء العميل اللي هو الملك داخل السوق المصري؟ يعني 100 مليون مصري يعرفوا المنتج ده، هل ده سهل؟ ده طبعا وارد في بعض الامور وغير وارد في امور اخرى. بمعنى لو ان احنا بنفترض مثلا ان كان من هذه الشركات شركه بتنتج المانجا المخلله، هل المصريين بياكلوا مانجا مخلله؟ التجربه مره كده بقى كان ما يجربوش تاني. النهارده بقى هو ده بقى الري انجينير اللي بقول لحضرتك عليه، اللي هو ايه؟ طب هو الراجل ده اكيد فقد جزء كبير من الماركت بتاعه هناك، بس هو عنده مكن. طب ما هو نفس هذا الشخص ب 80% من المعدات اللي عنده، ولو احتاج 20% زياده تمام هيقدر في التوقيت الحالي ان هو يعملها، يقدر يحول نشاط الشركه الى نفس المنتج الاساسي اللي هو بتاعه بس بالفليفر او بالطعم المطلوب في مصر. طب انا عندي منتج وبدخل بالسوق العالمي، خضار، حلويات، كل المنتجات، عصاير. طب عايز ادخل السوق المحلي، ادخله ازاي وانا بقالي مثلا 20 سنه بصدر ومحدش يعرف عن حاجه في السوق المحلي؟ يعني انا هبقى مستغرب نفسي والناس لاول مره تتعرف عليا في السوق المحلي بتاعي، السوق المصري. ما هي دي شويه مشكله طبعا، لان هو الناس عندنا عندها، انا قلت قبل كده عشان تعرف الشعب المصري بمنتج انت محتاج من 10 ل 15 مليون جنيه عشان تعمل حمله دعايه ليه. مش لازم. طب احلها ازاي؟ تمام، هو السؤال، هو ليه راح الاول للتصدير وما اشتغلش في السوق المحلي؟ التصدير فلوسه احسن، مش شايل عبء خلاص التسويق والتوزيع والسوبر ماركت في مصر وما يحدث في سلاسل السوبر ماركت في مصر، والتصدير كرتونه بتخرج خلاص ما لوش علاقه بيها. كويس قوي. الكلام ده استمر معاه كام سنه؟ 20 سنه. يبقى يستحق النهارده ان هو يقفل. ليه بقى؟ لانه لازم يعاقب. انه ما نزلش السوق المحلي؟ لان هو لم يستثمر. هو هنا الفرق. هل هو تاجر ام مستثمر؟ هو مستثمر، راجل سوق. لا هو مش مستثمر. هو راجل اختار الطريق السهل تمام؟ لان هو شاف احتياج سوق من الاسواق او سوقين من الاسواق او ثلاث اسواق من الاسواق وعمل لهم بعض المنتجات واعتمد على ان هو طول الوقت بيبيع لهم هذه المنتجات وهو ما يعرفش اي حاجه عن المساله. على فكره ده موديول ينجح جدا 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 في الاول. بعد كده المفروض نعمل ايه؟ نعمل حاجه اسمها الباكورد انتجريشن. خلاص على فكره انا دي كمان عندي ازمه ماليه تمام؟ لوقت معين عملت فيه الموضوع ده عشان احل الازمه الماليه، بس انا عايز اكمل استراتيجيكالي او على المستوى الاستراتيجي في هذه الصناعه. فالمفروض ان انا خلاص بدات الازمه الماليه بتاعتي بعد اول سنه، اول سنتين، اول ثلاثه تتحل، ابدا افكر بشكل في استراتيجيات بقى عشان استحق اكون اسمي مستثمر. يعني الاساس ان انا انزل السوق المحلي برضه؟ هو قمه العالميه تنبع من قمه المحليه.